عسلامة عسلامة، شنحوينكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي. رجعت لكم اليوم صديقاتي بفيديو على محلاه، فيديو مزيان على الاخر. حاجة بسيطة اما بالحق تحفونا على الاخر وتستحق المشاهدة، بالاخص الجماعة اللي معناها يسكنوا في منطقتي وقراب على المنطقة متاعي. بالحق لهنا ما شاء الله البوتيك هذا انا وصفته اليوم بمغارة علي بابا، ما شاء الله وتبارك الله كل شيء متوفر فيه اللي يخطر على بالك الكل. فننصحكم صديقاتي اعملوا طلة وما تندموش. البوتيك اسمه بوتيك فور يو، في قلب البلاد، معروف بالقدام، معناه ما تضيعش على الشارع الرئيسي. بالحق اعملوا طلة وشوفوا حاجات ياسر مزيانة، والأسوام زادة في المتناول، زادة تلقوا الفرحة والتبسيمة والضحكة، يفرحوا بيكم. ناس بالحق ما شاء الله تحب تخدم على أرواحها، إن شاء الله ربي يرزقهم من أوسع أبوابه يا ربي. باش تلقوا الشوال الكل، معناها الحاجات اللي تحبوهم الكل، كبار وصغار وكل شيء كل شيء. حاجات بالحق ساعات نلوجوا عليهم ونضطروا ان نمشوا لبلاصة اخرى، معتمدية اخرى، ولا سوق من الاسواق الاخرين باش نلقوهم موجودين لهنا. يمكن برشا ما عندهمش فكرة على البلاصة هذه. هو اليوم قلت ان نعمل فيديو هكا بسيط ونهبطه لكم وتشوفوا شنية موجود، وحتى البنات اللي يجوا من برا ولا يجوا من بلايص اخرين زادة تنجموا تعملوا طلب. بالحق تلقوا اللي يخطر على بالكم الكل وينول اعجابكم بالطبيعة. وصديقتي اللي وصلت لهنا البارتي هذه من الفيديو ومازالت ما اشتركتش في القناة، شرفني الاشتراك متاعك والانضمام لعيلتنا الصغرونة، وتفعلوا خاصية الجرس باش هكاك يوصلكم كل جديد بإذن الله. نكملوا الفيديو مع بعضنا وتفرجوا ما شاء الله على الخيرات، إن شاء الله ربي يرزق ويزيد.